الحرب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوح الفوز 181 فول اثنان. سوف نتطرق الى يعني فكرة اخرى ان شاء الله سوف تفيدك في حياتك بشكل عام، والامر يتعلق بعدسات ماكرو. يعني هذه العدسات التي عادة توجد في بعض الكاميرات الاحترافية، يعني التي هي موجودة في الأسواق، ومؤخرا أيضا أصبحنا نشاهد ظهور يعني هذه العدسات، يعني تباع أيضا يعني للهواتف لتركيب على الهواتف كالنموذج يعني في الصور التي تشاهدونها الحين. هذه العدسات يعني عادة مبلغها 10 دولارات، 15 دولار، على حسب الجودة وايضا على حسب نوع الهاتف. لكن يعني في هذا الدرس يعني سوف نقوم بصناعتها بانفسنا بالماء، يعني صدق او لا تصدق، فسوف يعني تقوم بتصوير فيديوهاتك وايضا صورك يعني واي شيء تريده بهاتفك بدقة عالية، وكأنك يعني تمتلك عدسات ماكرو احباب في الله على هاتفك. طبعا يعني الطريقة تعتمد يعني وجربها على هاتفك، خصوصا الهواتف التي لديها الكاميرات يعني نوعا ما ضعيفة، ففقط سوف تحتاج الى كأس ماء، يعني لن نستهلك جميع الماء الموجود في الكأس، ثم فقط هاتفك احباب في الله. إذا كنت تريد يعني التصوير بدقة يعني عالية وكأنك قمت بتركيب عدسة ماكرو لهاتفك كالنموذج الذي شاهدنا في الصور، فقط قم بأخذ يعني قطرة من الماء كما سوف تشاهدون، قطرة من الماء بهذا الشكل، وقم بتركيبه على العدسة بهذه الطريقة. بعد تركيبه على العدسة أحبابي في الله، لا خوف بطبيعة الحال من إتلاف الهاتف، قم فقط بقلب يعني الهاتف شوي شوي بهذه الطريقة كما سوف تشاهدون. الحين بعد أن قمت بقلب الهاتف، شغل الكاميرا الخاصة بهاتفك، ثم وجه الكاميرا إلى الأشياء التي تريد مشاهدتها أحباب في الله أو تصويرها، وسوف تصور بجودة عالية جدا. لاحظوا مع الكتابة كيف تظهر. أصلا يعني هاتف جالاكسي سيس إيجي لدي كاميرا كبيرة جدا، لكن زادت جودته أحباب في الله، وسوف تشاهدون الحين الفيديو يعني الذي قمت بتصويره بهذه التقنية أحباب في الله. فقط بإضافة قطرة ماء تستطيع التقاط يعني صور بجودة عالية، خصوصا الكتابة التي لا تظهر، أو إذا كانت هناك زهرة وتريد يعني التقاطها بجودة عالية وكأنك تمتلك كاميرا احترافية، فقط قم بوضع قطرة ماء أحباب في الله يعني على الهاتف، وتستطيع يعني تصوير هذه الأشياء بجودة عالية أحباب في الله. فأتمنى أن الفكرة قد أفادتكم، قم بتجربتها، إذا استفدت لا تنسى الضغط على اللايك، لأنني متأكد بأنك سوف تستفيد من دون الحاجة إلى شراء يعني هذه العدسات التي عادة تقوم بتركيبها على الكاميرا الخاصة بالهاتف، فقط إضافة قطرة ماء إلى كاميرا هاتفك وسوف تشاهد العجب أحباب في الله. فإذا أعجبكم هذه الأفكار وتريدون أفكار أخرى إن شاء الله، لا تنسوا الضغط على اللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع من هذه الفكرة، لأن فكرة رائعة جدا سوف تسمح لك بالتقاط صور بجودة عالية. ولا تنسى أيضا زيارتنا دائما على موقعنا www.tikla5.com، والإيميل لو سمحت على الفيسبوك facebook.com/حرف 981 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.